الحفل اللي حضرنا عليه اليوم هو توقيع اتفاقية ديال الاحتضان وشراكة مع فريق النسوي لكرة القدم ديال جمعية التضامن لعين عتيق. لماذا اليوم كرة القدم النسوية وخصوصا احنا كان ندعموا فرق بحال الدفاع الحسن الجديد دوكور اللي كيلعبوا في البطولة الوطنية الاحترافية، وخصي عارف الناس اللي ما كيعرفوهاش لانه عين عتيق الفريق النسوي راه كيلعب في البطولة الاحترافية وكيحتل المراتب الاولى في الدوري الاحترافي، دونك فريق اللي كيستاهل الدعم واللي خصنا ندعمه. جميع الفرق خصها الدعم، جميع الأنشطة خصها الدعم، الرياضية وانا كنزيد عليها كذلك الفنية، راه خصنا حنا كفاعلين اقتصاديين ديال هاد البلاد هادي ولعباتنا، انا كهذا ديما كنوجه النداء، كل شيء خصو يساهم في هاد الورش هذا، خصوصا في هاد الظرفية هادي الصعيبة اللي كيمر بها البلاد والعالم كامل ديال الظرفية ديال الكوفيد. جروب أوزون اللي انت كتعرف الالتفاتة ديالهم بالرياضة الحمد لله، وهذا يعني اللي خلانا باش درنا معاهم هاد الاتفاقيه ديال الشراكه ديال الاحتضان ديال النساء ديال سمارة. الامور الحمد لله غادا تحسن شويه الحمد لله، كيف ما كان ماشي بحال قبل فهمتي ولا لا، ولكن بالنسبه للاوزون راك عارف راه الامور جميع لي زيكيب الحمد لله اللي ديجا احتضنتهم من قبل وهذا راه كلهم شوف الطريق الصحيح والحمد لله كياخذوا المراتب الاولى فهمتي، دونك هذاك الشيء علاش الحمد لله الامور نتمنى من الله. صراحه هاد المبادره ديال شركه اوزون ما كرهناش نشوفوها يعني في واحد العدد ديال الشركات الوطنيه، لان خاصه في الظروف هذه ديال الكوفيد الظروف صعيبه، وحنا اليوم الكره النسويه في المغرب صراحه يعني كدير واحد المجهودات جباره من جميع الاطراف على اساس في السنين المقبله ان شاء الله بحول الله المغرب تكون عندنا الكره النسويه تمثل بلدنا في واحد العدد ديال التظاهرات يعني دوليه. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.